مرحبا بكم على الحلقة 11 من تجميعات قدرات 41 هجرية كمية الفترة الصباحية. السؤال الأول: أوجد قيمة 7 على جذر 5 مضروبة في 5 على جذر 7. بضرب البسط في البسط تكون الإجابة 35، والمقام في المقام الإجابة تكون جذر 35. ونحن نعلم أن العدد 35 يساوي جذر 35 في جذر 35. على جذر 35 نستطيع بالحذف هنا، يتبقى لنا جذر العدد 35. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف. مع السؤال التالي: أوجد قيمة 25 مرفوعة للأس نصف، والأس نصف معناه جذر 25 مرفوع إلى القوة نصف، ومعنى القوة نصف هنا جذر التربيعي للعدد 25 مضروبة في 64 أس ثلث، تعني الجذر الثالث للعدد 64 في الجذر الرابع للعدد 16. الجذر التربيعي للعدد 25 هو 5 مضروبا في الجذر الثالث للأربعة وستين هو 4، لأن 4 في 4 في 4 تساوي 64. في الجذر الرابع للعدد 16، العدد 16 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 4 مرات، إذن الجذر الرابع للعدد 16 هو 2. الآن لتسهيل عملية الضرب نضرب 5 في 2 أولا تعطي 10، 10 في 4 40. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة د. العدد 19 زائد 19 زائد 19 ثم نكمل النقاط يساوي 19. معلوم أن أي عد جذر حتى يساوي 19 إذا كان جذر تربيعي يجب أن يكون بالداخل 19 ضرب 19. 19 موجودة هنا، تكررت كم مرة؟ يجب أن تتكرر 19 مرة حتى نستطيع كتابة 19 ضرب 19. إذن الإجابة بقى هي الإجابة الصحيحة، يجب أن تتكرر 19 مرة. ما هو أحد العدد 6 أس 8؟ معنى 6 أس 8 معناها أن 6 تتكرر 8 مرات بطريق الضرب، يعني 6 ضرب 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 6 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 مرات. ونلاحظ هنا أن عندما تضرب 6 ضرب 6 تصبح الإجابة 36. إذا أردت أن تضربها في 6 مرة أخرى تكون الإجابة أيضا 36، 18 18 21، ثم بالضرب في 6 تجد أن كل مرة الإجابة تكون الرقم الأول يكون 6. إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. س زائد 100 إذا صرف منها 50%. معنى كلمة صرف منها 50% أي صرف نصفها. إذا صرفت نصف هذا العدد يتبقى معي 3300. طيب هذا النصف، إذا الكل كان ضعف هذا العدد، كان 6600. إذا يساوي 6600 هذا العدد مقدما. بطرح 100 من الطرفين يتبقى لدينا في هذا الطرف س، وفي هذا الطرف 6500. إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. العدد س هنا أقل من الصفر، يعني عدد سالب، ومعروف أن القيمة المطلقة لأي عدد سالب تتحول إلى عدد موجب، أي هذه موجب س تكعيب. ولا تنسى أن القيمة المطلقة تعطي دائما إجابة موجبة. هنا القيمة المطلقة تعطي موجبة، ولكن بالأمام عدد سالب، إذن هذه سالب س تكعيب لا تصلح، نحن نريد موجب العدد س تكعيب. هذه موجبة لا تعطي إجابة موجبة، موجب س تكعيب تساوي، إذن هي الإجابة الصحيحة. القيمة المطلقة للعدد سالب 5، قلنا أن القيمة المطلقة لأي عدد تكون موجبة، إذن موجب 5 ناقص 3 على 3 ناقص 2 تكون الإجابة 5 ناقص 3 2 على 3 ناقص 2 1، إذن الإجابة 2. إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة.
أوجد قيمة 36% من 75. إذا وجدت نسبة مئوية من عدد، تكون العملية هنا عملية ضرب. كيف نضرب 36%؟ يجب أن نحولها إلى كسر أولا، تصبح المقام مع، لأن 36% المقام دائما مع 36. لكي نقوم بعملية الضرب كسر في كسر، نستطيع هنا الاختصار. كيف الاختصار؟ لدينا العدد 100، نستطيع أن نقسمه على 25، تصبح الإجابة كم؟ تصبح الإجابة 4، والعدد هذا على 25 تصبح الإجابة 3. الآن نستطيع بالقسمة أيضا، 36 على 4 تكون الإجابة 9، 9 ضرب 3 إذن الإجابة 27 هي الإجابة الصحيحة. أوجد قيمة س إذا كان متوسط الأعداد ربع وسدس وس يساوي 1 على 12. لإيجاد المتوسط نقوم بجمع هذه القيم على عددها، 1 على 4 زائد 1 على 6 زائد س على 3 تكون الإجابة 1 على 12. لنتخلص من الثلاثة نقوم بضرب الطرفين في 3، نحذف هذه الثلاثة، يصبح لدينا ربع زائد سدس زائد س يساوي 1 في 3 ب3 على 12 بقسمة الطرفين على 3، تكون الإجابة 1 على 4، 3 على 3 1، 12 على 3 4، إذن الإجابة هنا ربع. لكي نحل هذه المعادلة نأخذ هذه الأرقام ونذهب بها الجهة الأخرى بإشارة سالبة، يصبح لدينا في هذا الطرف س، الطرف الآخر يصبح ربع هذا، ونحرك هذا يصبح بإشارة مخالفة، وأيضا الرقم 1 على 6 يتحول بإشارة مخالفة، ناقص ربع ناقص ربع صفر، إذن س تساوي سالب 6، إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف. رقم مكون من خانتين، فما احتمال قابلية القسمة على 7؟ أولا يجب أن نتذكر شيئا بسيطا، الأعداد المكونة من رقمين هي من 10 حتى الرقم 99. لكي نوجد مجموع هذه الأعداد نقوم بطرح 99 ناقص 10، ولكن تكون الإجابة هنا 9 و8، ولكن العدد 10 هنا معنا، إذن لا تنسى إضافة 1. في أي وقت إذا أردت أن توجد مجموعة الأعداد من رقم إلى رقم تستطيع أن تستخدم الطرح، ولكن لا تنسى أن تضيف 1 لأن العدد 10 معنا. طيب، كم هي الأعداد التي تقبل مكونة من رقمين وتقبل قسمة على 7؟ أول عدد من هذه الأعداد هو العدد 14، ثم 21، ثم 28 جدول ضرب 7، ثم 35، ثم 42، ثم الرقم 49، ثم 56، ثم 63، ثم الرقم 70، ثم 77 و84، ثم الرقم 91، ثم الرقم 98. لكي توجد أي احتمال يجب أن يكون كم مرة حدث هذا الشيء من كم مرة، وتستخدم علامة القسمة. كم مرة حدثت هنا أن يوجد عدد مكون من رقمين ويقبل قسمة على 7؟ نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، من بين كم عدد؟ من بين 90 عدد. إذن الإجابة هي الصحيحة، هي 13 على 90. الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.